إذا بالنسبة لنواة الجسر اللاسلكي راح اختار هنا تغيير اللغة، ثم نروح إلى أنماط الشبكة Operation Mode واختار نمط الجسر، ثم أقوم بالحفظ. هنا لو تشوفوا عرض الشبكات اللاسلكية يظهر الشبكات ولا ما يظهر؟ شيك ترى سوي العرض، راح فعل هنا كارت اللاسلكي حتشوف يظهر ولا ما يظهر، لأنه اشتغل في شكل جسر. سوي تحديث حتى تتأكد ما يظهر. إذا فهنا راح أخليه كارت هنا معطل مبدئيا. هي الكارت اللاسلكي على الجهاز الموصل عليه نقطة الوصول اللي شغلته بشكل جسر، الأفضل أنه الكارت اللاسلكي يكون معطل. شوفوا هنا الخطوة هذه، هذا اللاسلكي نروح إلى وايرليس مود، هذا غيرت خيار الجسر سويت الحفظ. نيجي هنا إلى وايرليس، هنا راح أسجل الماك متاع الجهاز الثاني، القطعة الثانية، لأنه في الاختبار راح أختبر بقطعتين سنسوي الجسر، فكل واحدة راح أحط على جهاز وأحط على خيار الجسر، ثم أسوي الحفظ. بعد ما يتم الحفظ نيجي نفتح الاثنين على الصفحة هذه، نأخذ الماك هذا بتاع جهازي الأول بسجله في الجهاز الثاني، والماك بتاع الجهاز الثاني بسجله هنا. أنا مثلا هنا راح أسجل الماك اللي موجود عند جهاز هذا، كم الماك اللي معاك؟ أيوة 98 اف سي 11 بي 2 71 نقطتين ها 5 55 71 55. إذن هذا هو شباب الماك متاع القطعة الثانية، هو راح يسجل عنده الماك هذا، سجل أنت عندك الماك هذا في جهازك 98 نقطتين اف سي 11 بي 2 71 4 دي، ونكتب ما بين كل نقطة بكل حرفين أو كل رقمين نقطتين زي ما هو مكتوب عندك فوق هنا، ما تنساش النقطتين هذه. خلصت هذه، بعد ما نخلص هذه شباب ايش اسوي؟ سوي الحفظ، انزل تحت وسوي الحفظ. بعد ما خلص الحفظ نجي هنا الى الوايرليس، شوفوا هنا كيف حفظ الفوق 4 دي، لاني انا اخترت بتاع خويكم قبل شوي. سوي الحفظ، يلا سجل عندك هذا، سجل 98 اف سي 11 بي 2 71 4 دي. بالنسبة في الاختبار كل واحد راح يكون عنده قطعتين، يعني نقطتين وصول، واحدة راح يشغلها كجزء الأول من الجسر بريدج 1، والأخرى الجزء الثاني من الجسر بريدج 2. كل واحدة يأخذ الماك متاعها هذا ويسجله في الثاني. مثلا أنا هنا هذا الماك بتاع جهاز بتاع الجسر القطعة الأولى 71 4 دي، هذه بسجلها في الثاني، ثم أخذ الماك بتاع الثاني وأسجله هنا اللي هو هذا، ثم بعدين بسوي الحفظ. خلصت سويت الحفظ خلاص على الجهازين، بسوي الحفظ في نفس الوقت على الجهازين. خلصت الحفظ الحين نروح الى، لو نجي هنا الى ستيجز واختار وايرلس نتورك، يطلع لي هنا انه شغال في نمط الجسر وعلى التردد 2.4 والقناه، ثم حجم القناه. السكيورتي هنا لانه ما وصلت على الشبكه. النقطة هنا الأساسية، بعد ما خلصت الجزء هذا وسويت الحفظ، راح أوصل كل قطعة من الجسر اللي هم قطعتين، كل قطعة من الجسر أوصلها على الشبكة، واحدة على الشبكة دبليو لان 1 وواحدة على الشبكة دبليو لان 2، أوصلهم بالسلك هنا، واحدة على بريدج
بريدج 1 اوصلها على الشبكه الاولى وبريدج 2 اوصلها بسلك على الشبكه الثانيه. ثم الاجهزه المتصله هنا راح تبلغ على الاجهزه المتصله هنا حتى نتاكد انه صار فيه اتصال ام لا. اذا هذا بالنسبه للجسر. اذا اسوي الجسر وبعدين القطعتين هذا متعين اللي كونوا الجسر، واحده اشبكها على الشبكه الاولى وواحده بشبكها على الشبكه الثانيه. ثم اسوي عرض اجهزه الشبكه ونشوف الاجهزه المتصلين على الشبكه الاولى يبنقوا يتصلوا مع الشبكه على الشبكه الثانيه ام لا.